أهلا بكم. الجزائر امتحان البكالوريا وامتحان السلطة والمعارضة بل وامتحان بلد بأكمله ربما هو عنوان حلقة اليوم. اليوم بدأت في الجزائر امتحانات البكالوريا وما كاد ينقضي اليوم الأول حتى تفجرت فضيحة نسب قصيدة للنزار قباني هي شعراء الأرض المحتلة لمحمود درويش في امتحان لشعبة علوم تجريبية. ثم ما نقلته مواقع جزائرية عن ظهور حالات غش بواسطة الهواتف النقالة وعبر الفيسبوك بشكل خاص. امتحان البكالوريا يأتي وسط أسئلة حول قيمة الشهادة نفسها ومستوى التعليم في البلاد والغش العائم أفقيا وعموديا. قبل ذلك وبعده سؤال كبير حول الامتحان التاريخي الذي تمر به البلاد أو المرحلة التي تجعل من الانتقال الديمقراطي حتمية أمام استمرار السلطة في تعنتها وسياساتها كما تقول هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة والتي اجتمعت أمس بمناسبة مرور عام على اجتماع مزفران. المفارقة كذلك أن عديد المتدخلين في هذا الاجتماع اعترفوا كذلك بأن المعارضة فشلت أمام السلطة. قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير. الجزائر تمتحن وتمتحن، هكذا انطلقت امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2015 اليوم الأحد على الساعة 8 صباحا عبر أرجاء التراب الوطني، والتي يشارك فيها أكثر من 800 ألف مترشح ومترشحة بإشارة انطلاق رسمية من وزيرة التربية الوطنية بن غبريد من ولاية أدرار. إشارة لم تؤخذ بعين الاعتبار تلك المواضيع التي لم تدرس جراء الإضرابات والاحتجاجات التي عرفتها البلاد والقطاع في الأشهر الأخيرة، ملغية نظام العتبة الذي لجأت إليه الوصاية خلال السنوات الماضية. مقربون من مراكز الامتحان يتحدثون عن التخوف القائم وسط التلاميذ بشأن الأسئلة التي ستطرح خلال الامتحان، أسئلة صعبة أخرى يطرحها الواقع السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي على حكومة سلال التي مستها يد التعديل، خاصة تلك الحقائب التي فشل أصحابها في امتحانات التسيير والفساد، امتحانات أخرى تنتظر أحزاب المعارضة والتي ترى بأن شعور السلطة أصبح فاضحا وصريحا مصرحة باستعدادها للانتقال الديمقراطي والذي يقتضي تفاوضا بين السلطة والمعارضة حسب رأيها. تحديات أخرى تواجه البلاد خاصة بعد انهيار أسعار النفط وإعلان الحكومة عن سياسة التقشف، فهو وقت الامتحان، فهل تكرم فيه الجزائر أم تهان؟ تقرير هذا عادل العزيزي. ينضم إلينا الآن بداية عبر الهاتف من الجزائر في نقاشنا مهندس قفراد المحلل السياسي المؤرخ وعضو البرلمان السابق أستاذ مهندس قفراد، وطبعا كمؤرخ كذلك بوجهة نظر سياسية وتاريخية. الجزائر امتحانات البكالوريا بدأت على وقع فضيحة، أكبر فضيحة الغش كما تقول مواقع جزائرية، وعلى فضيحة أقل إن صح التعبير تحاول وزارة التربية تخفف منها، خطأ في خلط بين محمود درويش ونزار قباني. ما تعليقك بداية؟ أولا بمناسبة امتحان البكالوريا أرجو أن ترتفع نسبة النجاح في ظروف موضوعية، وكذلك يجب أن نعلم أن امتحان البكالوريا هو الامتحان الوحيد الذي لا يزال محتفظا ببعض مصداقيته في الجزائر، وأتمنى أن يبقى هذا الامتحان محتفظا بمصداقيته، لأنه في الحقيقة هذا الامتحان هو الامتحان الوحيد الذي يمكن أبناء الشعب من الحصول على بعض حقوقهم التعليمية والثقافية. هذا بالنسبة يعني لامتحان البكالوريا. بالنسبة للاجتماع الذي عقدته هيئة التشاور والمتابعة أمس بمقر حزب حمص، وقد شاركت فيه باعتباري عضو في هذه الهيئة، أولا نهني الشعب الجزائري على هذه الذكرى، لأن ميثاق زيرالدا منعرج تاريخي هام في تاريخ الجزائر، في تاريخ المعارضة الجزائرية،
وبعد دراسة وافية توصلنا إلى نتيجة مؤداها أننا حققنا مكسب كبير، وهناك كذلك نشاطات، هناك حراك في مختلف المناسبات 24 فبراير وفي عين صالح، وكذلك فيه بيانات التي تندد بالتجاوزات الخطيرة في حق الحريات الأساسية للشعب الجزائري. وإحنا ما اعترفناش يعني بالفشل أبدا أبدا. إحنا قطعنا خطوة الأولى في مسيرة ألف ميل، وإحنا نعرف أن السؤال الكبير الذي طرحه بوضياف أوفال الجيري، إلى أين تتجه الجزائر في مطلع الاستقلال، لا زال قائما. وإحنا نعرف كذلك أن السؤال الكبير الذي طرحه عبد الرحمن الكواكبي في أواخر القرن التاسع عشر في كتابه طبائع الاستبداد، كذلك الإشكالية لا زالت مطروحة. السؤال الذي طرحه مالك بن نبي في فترة من الفترات في الأربعينيات حول القابلية للاستعمار كذلك ما زال مطروح. طيب يعني هناك يعني ما تنقله، طبعا احنا مرجعنا الصحافة الجزائرية التي تقول أستاذ محمد رشقي فرات بأنه بعض أعضاء التنسيقية بين عمار خبابة ممثلا عن حزب جاب الله قال بأنه اعترف بأنه النتائج التي حققتها التنسيقية بعد مرور عام ليست في مستوى التحديات، حديث عن رئيس الأرسيدي والأمين العام للأرسيدي، كذلك محسن العباس شاطره في جزء من الكلام ومداخلات أخرى. شوف يا أستاذنا المحترم، الاعتراف بالنقائص في جلسة مغلقة، لأنه هذا كونكلاف يعني لقاء مغلق. ما معنى الكونكلاف؟ معنى هذا أنه موش رايحين نرميو الورود على أنفسنا، علينا أن نسلط الأضواء على مواطن الضعف في نشاطنا. هذه نقطة إيجابية، هذا نقد ذاتي وليس اعتراف على أنه فشلنا وخلاص وانتهى الأمر، لا أبدا. احنا سلطنا الأضواء وقلنا أن هناك، احنا أولا خرجنا أقوى مما كنا عليه، كلما تمادى النظام في التضييق على الأحزاب السياسية، في التضييق على المجتمع المدني، في التضييق على الحريات الأساسية، احنا نستمد القوة نتاعنا من هذه الشطحات، من هذه السياسة الحمقاء، احنا هكذا قلنا. ولكن فيه نقائص طبعا، كل عمل بشري فيه نقائص، ولا يمكن لنا أن ننجح ولا يمكن لنا أن نتقدم إلا إذا استطعنا أن نكتشف مواطن الضعف في نشاطنا. طيب خليك معنا أستاذ محمد رشقي فراد، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف وبالأحرى عبر خدمة سكايب من بروكسل الإعلامي الجزائري الأخضر فراد. الأخضر فراد، على مستوى الامتحانات كذلك هناك كان ما يشبه امتحان واجهته السلطة الجزائرية قبل أيام كذلك في بروكسل على هامش اللقاء الأوروبي الجزائري، والعمامرة يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام سيادة الجزائر على خلفية انتقادات وجهت للجزائر في موضوع، أو للسلطة الجزائرية بالأحرى في موضوع حقوق الإنسان. أكيد أن موضوع حقوق الإنسان طرح بين الوفد الجزائري ووفد الاتحاد الأوروبي، ولكن أعتقد أن الوزير لم يقرأ جيدا اتفاق الشراكة، لأن هناك ملحق واضح يتحدث عن احترام حقوق الإنسان، وأن الاتحاد الأوروبي يؤكد في هذا الاتفاق على متابعة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وبالتالي كان هناك تدخل أو كان هناك تنازل على السيادة، فالتنازل على السيادة تم في فترة الاتفاق أو في فترة التصديق على هذا الاتفاق، وعلى الوزير إذا أراد أن الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في قضايا حقوق الإنسان أن يلغي الشراكة وملحق حقوق الإنسان موجود ضمن هذا الاتفاق، إلى جانب أن قضية حقوق الإنسان يتدخل فيها الاتحاد في كل دول وحتى داخل الدول الأوروبية نفسها، وهو مبدأ يتعامل به إطار علاقاته الدولية في يعني في طيب مجموعة العالم. للأسف الأخضر الخط يتقطع، سيحاول ربما الزملاء العودة إليك لتصليح الخلل. أعود إلى الأستاذ محمد رشقي فراد. أستاذ محمد رشقي فراد، ما اتفقتم عليه، ما تنقل الصحافة الجزائرية، لو وضعتنا الآن في صورة موثرة عن موضوع
دعوة حتى إلى مسيرة في 5 أكتوبر، دعوة إلى نوفمبر ثاني للضغط على السلطة. لو وضعتنا في صورة ما تمخد عنه هذا اللقاء. طبعا هناك نشاط مكثف ستقوم به الهيئة مستقبلا، وما دام الأخ قد تحدث عن المجتمع الدولي، فمن بين النقاط التي طرحناها وأن من حق المعارضة أن توظف المناظر الدولية من أجل الحصول على حقوقنا، لأن الثورة الجزائرية وظفت منابر إقليمية، منابر عالمية مثل مؤتمر بوندونغ، مثل هيئة الأمم المتحدة، ومنابر إفريقية وأوروبية وعربية وأسيوية. فكذلك من حقنا أن نلتجئ إلى الرأي العام الدولي مثلما التجأ محمد عبده وجمال الدين أفغاني بعد المضايقة في القرن 19 على أفكارهم الإصلاحية، فذهبا إلى باريس ومن هناك أنشأ جريدة العروة الوثقى في 1888. فلذلك هذه النقطة على سبيل المثال، وفيه نشاط كذلك بمناسبة 5 أكتوبر وربما ب 20 أوت وربما كذلك بمناسبة أول نوفمبر، وهناك نشاط مكثف أضعف الإيمان أننا نسعى من أجل تحريك الأوضاع والتغيير. يا سيدي الكريم، تغيير يحتاج إلى النفس الطويل، لأن تقريبا نصف قرن والنظام يزرع ذهنية القطيع في لدى الشعب الجزائري، فلذلك ليس الأمر يسيرا وبسيطا وسهلا، لأن تغيير الذهنيات يحتاج كذلك إلى دورة زمنية. المهم المتفق عليه أن النشاط سيتكاثف، وخاصة في مجال الدفاع عن العاطلين عن العمل الذين اعتدي على حقوقهم، وكذلك على حريات التعبير المختلفة، وخاصة الشباب الذين ألقي عليهم القبض عنوة وتعسفا. فسكل في هناك نشاط مكثف للدفاع عن الحريات الأساسية. عندنا الأخ طابو الذي لم يحصل بعد على الاعتماد على الترخيص من أجل باش يأسس الحزب نتاعه، وكذلك المضايقات على الأحزاب السياسية حتى في الحجرات المغلقة ممنوع الاجتماع وما إلى ذلك. يعني من المؤكد أن هيئة التشاور خرجت قوية بعزيمة قوية. صحيح، يعني في اعتقادك يعني ممكن القول بأنه باجتماع أمس عدي يعني تجاوزت الباك مثلا، فزت بالباك يعني سياسيا بما يعادل البكالوريا لمقارعة بين قوسين النظام. شوف يا أستاذي الكريم، احنا بالامس هناك مكسب عظيم. النظام حاول بذل المستحيل من اجل تكسير هيئة التشاور والمتابعة عن طريق محاولة الانفراد والاستفراد والتأثير في بعض الأعضاء، ولكن كل المحاولات فشلت. ومن بقي الآن في هيئة التشاور له إرادة فولاذية من أجل دعم اللحمة بين أعضائها، ومن المحتمل جدا كذلك أن يلتحق بنا آخرون سواء من النقابات أو من المجتمع المدني أو الأكاديميين أو الأحزاب السياسية. طيب. فلذلك فالمسيرة مسيرة 1000 ميل، ولكن نجحنا في إيجاد الاتجاه الصحيح، وأعتقد أن من وجد الاتجاه الصحيح سيصل في يوم ما، لأن كل من سار على الدرب وصل. طيب، يبقى معنا أستاذ مهند رزقي فراد، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائري دائما عبد الوكيل بلام الإعلامي الجزائري والناشط السياسي. عبد الوكيل بلام، الباك في الجزائر ولكن فيما يشبه امتحان كبير كذلك تواجهه السلطة الجزائرية مع انخفاض أسعار النفط. تقرير أخير للوموند يقول أن هذا الانخفاض يخنق السلطة الجزائرية، ولكن المعارضة كذلك تواجه امتحانا أليس كذلك؟ وربما المجتمع بكله، الجزائر كلها، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سيدي جمال الدين. حقيقة المعارضة تواجه امتحانا، والطلبة الجزائريين أيضا يواجهون امتحانا بكل فضائحه هذه الصبيحة.
الذي يميز ايضا المشهد السياسي ايضا هذه التي يجب ان نغسلها هي هذا ايضا العزله القاتله التي وضعت فيها المعارضه الجزائريه النظام الجزائري. يجب ان نشيد وان نعترف بان تنسيقيه الثقه الديمقراطي وهي اكبر تجمع المعارضه تقريبا منذ سنتيجيدي، ولكنه كحراك متواصل ومنخرط في الزمن ومنخرط في حركيه مجازا على الاقل لحد الان دائمه، تجاوز عقد روما وتجاوز جمعيه تنديد ووضع هذا النظام في عزة تامة. لم يبقى لهذا النظام إلا حزبين إداريين هم جهاز من أجهزة التحكم فيهما مباشرة من قريب أو من بعيد، إما في جزء منه قياس الأركان أو رئاسة الجمهورية أو جهاز المخابرات. لم يعد الآن للنظام الجزائري عكازات سياسية يعني يتوكأ عليها ويهش بها على نفسه ليقتات من بعض ما قد تعطيه من مصداقية على الوضع السياسي. الآن رئاسة الجمهورية تعيش عزلة تامة حتى على مستوى الحكومة. لا يجب أن نغفل ما الذي وقع في مهزلة مؤتمر جبهة التحرير الوطني. الذي يقرأ عبد الوكيل الذي يقرأ تقرير لصحيفة لموقع جزائري اسمه امباكت 24 يقول يوحي بالعكس انه ما تراه انت مثلا ارباك للسلطة، بالعكس انه ربما تدفع حتى في سيناريو التوريث هذه التحركات في الافلان مؤخرا وفي الاران دي، ربما عودة حتى سيناريو توريث السلطة من الرئيس بوتفليقة إلى شقيقه ومستشاره السعيد. لا هذا ما قد يوحي به، لكن هذا شيء، هذا ضرب من الجنون ونوع من أنواع الخيال، وهذه أحلام يقظة قد تراود السعيد وقد تراود الذين ما يزالون يتشبثون ببعض تلابيبه عسى أن يظفروا ببعض المزايا التي ما يزال يغدقها عليهم. هذا أيضا ممكن حلم السعيد بحد ذاته، لأن الذي المتفق عليه في تحاليل المراقبين أن ما الواقع الآن في الجمهورية، الواقع في رئاسة الجمهورية الآن سيدي أن هنالك رئيس في مرحلة النزع والغرغرة، لا يمكنه الآن ببعض الصور التي شهدت بعدما تأكد الشعب الجزائري والعام العالمي أنه رئيس يعني يحكمنا من تقريبا من ليس من فراش الموت، الآن هو قاب قوسين أو أدنى من القبر. الذي يبحث عنه السعيد يبحث عن ملاذ آمن، يبحثون عن وهذا السيناريو الأكيد. لا يمكننا أن تخرج الوضع عن الحالة القادمة والحراك القادم عن هذا السيناريو. السيناريو هو البحث عن شخصية يمكنها أن تحوز على إجماع أقصى حد ممكن من طبقة سياسية، وهذا شيء مستحيل في ظل وجود تماسك تنسيق الثقة الديمقراطية لحد الآن التي ما زال ينقصها طبعا إلا جبهة الحق والاشتراكية. وهناك أمل كبير بعد أن سقطت في الماء مبادرة الإجماع الوطني، ممكن أن ننتظر في مثلا الأشهر القادمة محاولة توجه يعني جبهة القوى الاشتراكية إلى محضنها الأصلي الطبيعي اللي هي المعارضة الواعية والحذرة مع ولكن اللافت أنه فيما يشبه المناكفات بين الطرفين، بين هيئة التشاور المتابعة خاصة لتنسيقية الانتقال الديمقراطي وبعض رموزها والأفافاس. الأفافاس أيضا يجب أن لا نهمل لأنه يعيش أيضا مخاضا داخليا في كثير من الأصوات والمناضلين القدماء من قدماء المحاربين داخل الأفافاس الذين يرفضون ما ذهب إليه، والذين تبين أن طرحهم كان على الحق عندما قالوا أن محاولتكم الاقتراب من السلطة والتغيير التوافقي مع السلطة شيء من المستحيل. وأثبت الأيام أن الآن تنسيق الانتقال أن الآن مبادرة الإجماع الوطني التي حلوا بها الأفافاس بعد إجراء سلسلة من الاتصالات ومن المشاورات لم تفضي إلى شيء. الآن لم يعد هنالك حديث على الساحة السياسية إن على مستوى الإعلام أو في أرض الواقع أو على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي حديث عن شيء اسمه مبادرة الإجماع، كأنها قد ولدت ميتة أو كأنها قد ماتت. الذي يبحث تبعته السلطة الآن ممثلة في السعيد هو مخرج آمن يضمن له شخصية وطنية تحظى بشيء من الإجماع، قد تضمن له أمنه وقد تضمن له ملاذا آمنا لا يحاسبه، لا يعلقه على حبل مشنقة، لا يسجنه. هذا الذي يبحثون عنه. وفي ظل وضع راحل بالعكس المعارضة رأيي أنا أنها تعيش في أريحية كبيرة،
طيب. لم تتورط لا من بعيد ولا من قريب فيما قد وقع، ليست مسؤولة عن خبرة عائلة البترول، ليست مسؤولة عن فساد الواقع، ليست مسؤولة عن ما وقع في الخليفة ولا في سنطاك واحد ولا في سنطاك اثنين. الصحف هذا الصباح تطالعنا عن أن أخو رئيس في سنة 2003 يتحصل في شكل رشوة سياسية معلنة على شقة في باريس وعلى سيارات ألمانية تنازل عنها فيما بعدها. طبعا ما قد قيل في المحكمة أنه قد تنازل، أما ما لم يتنازل عليه ما أخذه هو وإخوته الآخرون لا نعلم. يعني نحن نعيش في ظل حكم أسرة يعني عصبوية فئوية تحكم بمنطق العائلة وبمنطق لا يختلف كثيرا عن عائلة الطرابلسية في تونس. الآن يبحثون ويجتهدون في البحث ولم يجدوا، الحقيقة أنهم لم يجدوا. كل الملاحظين يقولون أنه من الأريح لهم التخلص من هذا الرئيس المريض الذي لم يعد قادر على شيء. لا ولكن في المقابل هناك من يقول أنه فرض العهدة الرابعة، يعني هذا من يستمع إلى هذا الكلام قد يقول سمع كذلك قبل الانتخابات الرئاسية وقبل العهدة الرابعة وفرضت العهدة الرابعة. يعني ما دام فرضت العهدة الرابعة بكل تلك الملابسات وبرئيس لم يشارك في تلك الانتخابات ولم يخطب حتى في 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 الناس، يمكن اي سيناريو فرضه يعني. لا نعم، لكن قبل هذا الرابعه لم يكن هنالك شيء اسمه ازمه اقتصاديه قابله، لم يكن هنالك شيء اسمه انخفاض اسعار البترول، لم يكن هناك شيء يتحدثون عن تقشف، عن انخفاض يعني معدل احتياطي الصرف، لم يكن هنالك شيء. الان اصبحوا يتحدثون عن تضامنوا معنا في السنوات المقبله عندما كانت المليارات يعني تزورهم كل يوم، كانوا يعني يبذرونها ويفسدونها ولم يعني لم يصرفوها ولا في برامج تنميه. الجزائر الآن كما وجدها بوتفليقة في سنة 99 أو هي أشد أمر أو هي طيب. أو هي أسوأ مما وجدها عليه، لكن هم لا يسيرون الجزائر ولا يحكمون إلا بحبوحة مالية. ما دامت الأزمة ودامت سنوات العجاف يرونها مقبلة فيريدون التخلص على الأقل يعني بشكل سلس وبشكل بسيط، ثم يراها لشخصية سياسية طيب. لا يمكنها أن تحاسبهم، يتوافقون معها على خطة طريق قادمة تضمن لهم أمنهم وسلامتهم. شكرا لك عبد الوكيل بلام الإعلامي والناشط السياسي. يعود إلى الأخضر فرات عبر خدمة سكايب، أرجو أن يكون الخط أوضح الآن. الأخضر فرات، هل فعلا مثل ما يقول عبد الوكيل بلام بأن المعارضة بضغطها جعلت السلطة في الجزائر النظام الجزائري في عزلة من الصورة ربما مختلفة يعني في بروكسل رغم التحفظات؟ صحيفة جزائرية تكتب حتى تقول أن العمامرة وزير الخارجية الجزائري قلب الطاولة حتى على الاتحاد الأوروبي في عقر داري. لم يقلبها طاولة ولا مائدة، وحتى في التقاليد الدبلوماسية المفروض أن المؤتمر الصحفي يكون دائما الجانب الأوروبي حاضر، لم يحضر معه ولا ممثل عن الاتحاد الأوروبي، وسيدة مورغريني خرجت مباشرة إلى مكتبها ولم تأتي إلى قاعة الصحافة من أجل أن ترافق السيدة الخارجية من أن تعطي موقفها. وبقي الوزير مع الزملاء يريده قضية أن الجزائر للأسف الأخضر مرة أخرى الخط ليس واضحا، سيحاول الزملاء أن يعيدوا الاتصال بك. نعود إلى محندر سقي فراد، ما رأيك محندر سقي فراد؟ عبد الوكيل بلام كان يقول بأنه المعارضة أنتم خاصة بنشاط هيئة المشاورة والتشاور أنه استطاعت هذه المعارضة عزل السلطة، الذي يقرأ بعض الصحافة يحب العكس، يعني مثل ما أشرت سألت عبد الوكيل بلام تقرير في موقع امباكت 24 يتحدث مرة أخرى عن عودة سيناريو التوريث، أنه ما حدث في الأفلان والأرندي هذا هو المراد منه، توريث السلطة من الرئيس لشقيقه ومستشاره. لم يحدثنا التاريخ قط على أن هناك مستبد قدم السلطة على طبق من ذهب للشعب. السيادة الشعبية والحريات الأساسية تؤخذ بالمغالبة وبتغيير موازين القوى.
الأحزاب السياسية هيئة التشاور والمتابعة، ونحن لا نحتكر المعارضة، والمعارضة الموجودة في مواقع أخرى تسعى من أجل تنوير الشعب، تسعى من أجل إنهاض همم الشعب. أما القرار فالشعب هو الذي يغير وليس السلطان، وإنما الذي يغير هو الشعب. ومن المؤكد أن النظام القائم لا يملك إرادة سياسية للتغيير، بدليل أن الشعب يسعى ويطالب بجمهورية ثانية أساسها دستور جديد توافقي، ويحترم السيادة الشعبية، ويحترم المعارضة، ويحترم التداول على السلطة، ويحترم الإعلام الحر، ويحترم السلطة القضائية المستقلة. لكن ما يقترحه علينا النظام، وخاصة من خلال مؤتمر الأفلان، هو الجيل الثاني للاستبداد، دوزيام دي جينيراسيون دو لا ديكتاتور. ما هو الجيل الثاني من الاستبداد؟ يعتمد ويتكئ على المال الوسخ. فلذلك أنا أعتقد أن التغيير سيتم بإرادة الشعب وليس منحة من النظام أو أي طرف آخر. طيب أعود إلى الأخضر فرات، أرجو أن يكون الخط هذه المرة أوضح. عادة نجد مشاكل من الجزائر، الأخضر فرات في التليفون قد يقول أنصار العمامرة والسلطة الجزائرية بالعكس، يعني بروكسل الخط معها أسوأ من الجزائر، ليس كذلك؟ وبالتالي يرون ربما أن الوضع أنه العمامرة فعلا قلب الطاولة على الاتحاد الأوروبي، وأنت صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي. ما مرة أخرى وضح إجابتك على سؤالي. لا أعتقد أن العمامرة يستطيع أن يقلب الطاولة على الاتحاد الأوروبي، والدليل أن يعني ما تم يعني التوصل إليه من خلال الخلاف الذي رأيناه، هو أن السيدة مورغريني لم ترافق السيد العمامرة إلى يعني إلى قاعة الصحافة من أجل أن تشارك معه كما هي العادة، يعني لما يكون وفد جزائري أو وفد أجنبي يكون دائما الطرف الأوروبي حاضرا، وترك لوحده في قاعة الصحافة يتكلم فقط لصحفيين جزائريين، وكانوا يعني قليلين جدا. وأعتقد أن الكلام على السيادة، أنا أعتقد أن من يقبل أن يكون رئيس جمهورية بلده تحت حماية الجيش الفرنسي في مستشفى فالدوغراس لا يمكنه أن يتكلم على السيادة بهذه الطريقة، إلى جانب أن هناك كما قلت سابقا أن هناك ملحق ممضي من طرف الاتحاد الأوروبي وأيضا الجزائر حول حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان، وبالتالي من حق الطرفين، من حق الجانب الأوروبي والجزائري أيضا، أن يتكلم على هذا الموضوع يعني في الجلسات أو ما يسمى بالاجتماعات المشتركة على مستوى البلدين، يعني على مستوى الاتحاد الأوروبي وأيضا الجزائر. وبالتالي أعتقد أن العمامرة أخطأ كثيرا عندما تحدث بهذه النبرة، ولا لا يعرف أن هناك قوانين، أن هناك اتفاقيات تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال، إلى جانب أننا نشاهد يعني بأم أعيننا أن قضية الغاز والطاقة لم تعد كما كانت في السابق، يعني تعطي القدرة للجزائر من أجل أن تضغط على جهة ما الاتحاد الأوروبي أو جهة أخرى. ونحن نشاهد ما يحدث مع روسيا، يعني روسيا أكبر بلد يمول الاتحاد البلدان الأوروبية بالغاز، وهم يعلنون مقاطعات، يعلنون عن عقوبات، ويعلنون عن مواقف سياسية ضد روسيا. وبالتالي أعتقد أن الجانب الجزائري عليه أن يراجع كثيرا هذه المواضيع وأن يخرج. ولكن قيل في المقابل أن هذا الصراع على خلفية حتى الحرب الباردة تاريخيا بين الاتحاد الأوروبي، بين أوروبا الغرب عموما، الولايات المتحدة مع روسيا، أنه دعم العهدة الرابعة ممثلا حتى في وزير خارجية أمريكا جاء بغرض محاولة أن يعوض الغاز الجزائري الغاز الروسي لأوروبا، برغم الجدل حول هذا الموضوع ومدى قدرة الجزائر فعلا أن تعوض روسيا كممول للغاز الأوروبي. يعني سمعت مثل هذا الحديث، ولكن
المشكلة هنا في تعويض الغاز الروسي بالغاز الجزائري، ولكن قضية الغاز لم تعد لها، يعني قضية الطاقة بصفة عامة مع المتغيرات التي نراها حاليا وما ينتج من طاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى، وحتى في شاهدنا حتى اكتشاف غاز في سويسرا يكفي لي 3 قرون، يعني أصبح هذه المادة لم تعد لها تلك القدرة للضغط السياسي كما كانت في السابق، وبالتالي على المسؤولين الجزائريين أن يعوا ما يقولون، وأن الأمور تغيرت إلى حد كبير ولم يعد الغاز أو استعمال الطاقة أو شراء الطاقة من الأوروبيين لما يشتروا الطاقة من الجزائر تعتبر يعطي للجزائر حق الضغط أو قول ما قاله وزير خارجية الجزائر. مع احترامي للشخص لأنه يبدو أنه إنسان محترم وإنسان له خبرة كبيرة، ولكن نحن نناقش موقف وزير خارجية وليس لدى علاقة، يعني لا نريد أن نجرح في شخص كشخص، وهو إنسان محترم جدا وحتى في الأوساط الأوروبية يحترمونه، ولكن ما قاله شيء مضحك، لأن أصبحنا الآن نسمع السيادة بطريقة مطاطية، يعني لما وزير الطاقة شقيب خليل يعني يحاكم من طرف العدالة الإيطالية والجزائر لا تقول شيء، أين هي السيادة؟ هل طيب. هل 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 هذه هل هذا الوضع ليس إهدار للسيادة الجزائرية؟ هل السيادة فقط لما يقول لك تقول لك بورغريني أن هناك صحفيين مسجونين أو هناك عدم احترام لحقوق الإنسان؟ هل السيادة فقط في طيب. هذه الجوانب؟ طيب، ولكن على ذكر حقوق الإنسان مثلا، وأنت طبعا يعني أنت سياسي مع سيد علي بن فليس وستشارك في مؤتمره في الجزائر ليس كذلك، وقال أنه السلطات منعت منحه القاعة البيضاوية ليس كذلك، وسيعقد في فندق بالعاصمة، فندق الهيلتون. هناك من سارع في التعليق في وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك أنه السيد علي بن فليس الذي يشتكي الآن، وهذا ربما يطرح المعارضة كلها، سأطرحه حتى على الأستاذ مهندس قيف الراد، أنه سيد علي بن فليس هو الذي كان رئيس حكومة لدى الرئيس بوتفليقة، والذي منع التجمعات والمسيرات في العاصمة، وهنا ربما يطرح السؤال حول امتحان المصداقية بين قوسين والرغبة في التغيير لدى السلطة والمعارضة، والذي يحاجج البعض أن ربما تسقط فيه السلطة والمعارضة في أعين الشعب. ما ردك؟ أنا ردي بسيط، أن السياسة أيضا هي تجربة، وأعتقد أن المعارضة بصفة عامة تقوم بتجربة جديدة رائدة في المجتمع الجزائري، وتعود إلى أساسيات العمل السياسي واحترام حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي. وبن فليس منع من أن يعقد مؤتمره، ومنعت 8000 جزائري حرموا من حضور المؤتمر، والمؤتمر قلص إلى عدد قليل جدا، يعني 500 واحد سيشارك في المؤتمر، بينما لو قبل طلبه في القاعة البيضاوية لكان حضور من آلاف جزائري، وهذا ما يخشاه، يعني هذه قدرة المعارضة التي استطاعت أن تبني نفسها في فترة قصيرة جدا، والسلطة تخشى من أن يرى العالم بأن هناك حزب كبير ولد وخارج الأحزاب الدهرية التي يعني تستعملها السلطة لحد الآن، وهذا اعتبار وأعتبر أن هذه أيضا انتهاك لحقوق الإنسان. وأوجه يعني كلمتي للوزير، يعني أين موقفه عندما يرى أشياء مثل هذه ولا يتكلم؟ هل يحق للسلطة الجزائرية أن تعمل ما تشاء وأن يعني تتعدى على الحريات وأن تتعدى على الأشخاص كما تشاء ويحاسبها أحد؟ طيب، خليك معنا خضر فرات ينضم إلينا الآن في النقاش من الجزائر، الأستاذ مسعود عمراوي القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. أستاذ مسعود عمراوي، بكالوريا اليوم يبدأ على وقع فضيحة وفضيحتين، الخلط بين محمود درويش ونزار قباني، وفضيحة بصور على الفيسبوك طلب المساعدة، يعني الغش عمليا. ما تعليقك؟
والله في حقيقة الأمر بالنسبة لأسئلة البكالوريا اليوم فإننا تفاجأنا بالخطأ الذي وقع في مادة الأدب العربي، حيث أن النص أسند إلى الأديب نزار قباني بدل الأديب محمود درويش، وهذه في الحقيقة مثل هذه الأخطاء كارثية لا تعتبر في شهادة مثل شهادة البكالوريا، غير أنه من حسن الحظ أن هذه الأسئلة فيما يخص تخص المقاربة النصية فقط، بمعنى أي أن الطلبة لا يؤثر عليهم ذلك لأن الأسئلة متعلقة بالنص فهي واضحة، وبالرغم من ذلك فإن مثل هذه الأخطاء في شهادة كالبكالوريا ونحن ننتظر من هذه الشهادة أن تكون ذات مصداقية كبيرة عالميا، خصوصا أن مثل هذه الأخطاء قد تفقدها مصداقيتها. أما بالنسبة للخطأ الثاني الذي أشرت إليه هو الذي حيث أننا نجد بعض المواضيع انتشرت على صفحات الفيسبوك، نعتقد أنه كان من المفروض على وزارة التربية أن تختار إحدى طريقتين، إما أن تشدد على ضرورة عدم اصطحاب الهواتف النقالة، خصوصا التواصل الحديث أصبح يؤدي دورا بارزا في وقت قصير جدا، أو هذا يكون منعا باتا بحيث أن كل موظف أو كل طالب ولا يقتصر على الطلاب فقط بما في ذلك هيئة التأثير والرقابة المفترض أنه يمنع عليه منعا باتا اصطحاب الهواتف النقالة، أو على الأقل ونحن في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي أن تكون هناك وسائل للتشويش على الهواتف النقالة بحيث لا تشتغل في مراكز إجراء الامتحانات، غير أننا نتأسف لما حدث اليوم في شهادة البكالوريا، وأعتقد جازما بأن وزارة التربية لم تتخذ الإجراءات الكافية خاصة فيما يخص الموضوع الأول الذي وقع فيه خطأ، لو أن هناك نوع من المراجعة فقط في النص واضح لأنه لا يعقل أن نجد الشاعر محمود درويش يتكلم عن نفسه ويذكر نفسه في قصيدة لما ذكر الأديب نزار قباني أدباء وشعراء الأراضي المحتلة في فلسطين، وبالتالي فالخطأ واضح، حتى الإنسان الغير ملم بذلك لما يقرأ القصيدة يشعر بأن هذه القصيدة ليست في درويش بتاتا، هذا لا يحيي بأنه ربما لوزارة التربية استعملت لجنة واحدة، وكان من المفترض على الأقل أن تكون لجنتين أو ثلاثة للتأكد من عدم وجود أخطاء. شكرا. ولكن حدث ما حدث، وعلى الأقل المفروض من على وزارة التربية من اليوم أنها تراجع المواضيع على الأقل، إن وقعت الكارثة في اليوم الأول فلا تتكرر في الأيام المقبلة لهذه الشهادة التي ينتظر من الأولياء الأمور وينتظرها الطلبة ويعتقدون بأنها هي المحك وهي الفاصل وهي التي. شكرا جزيلا لك مسعود عمراوي القيادي في الاتحاد الوطني لعمال التربية. أعود لك سؤال أخير أستاذ محمد رزقي، فالرد على ذكر نزار قباني ومحمود درويش، نزار قباني كتب عن الثورة الجزائرية، محمود درويش يكتب عن الثورة، يقصد الثورة الفلسطينية، يكتب ويقول إن لم تخن الذاكرة ما أكبر الثورة ما أصغر الوطن، وقد ينطبق هذا على الجزائر ليس كذلك، وقد ينطبق ربما أيضا على الأسئلة المطروحة على المعارضة، سؤال طرحته على الأخضر فرات وأنت كذلك أستاذ محمد رزقي فرات، في يعني من يعني المتعاطفين دعنا نقول مع السيد علي بن فليس يعني، والأسئلة المطروحة على المعارضة كذلك في امتحان القبول والمصداقية لدى الشعب هو دائما موضوع مدى ارتباطها مع السلطة، والكثير من وجوه السلطة سابقا بينهم السيد علي بن فليس في هذه المعارضة الآن، ما ردك؟ شوف نزار قباني قال أيضا لو قرأنا التاريخ ما ضاعت القدس وضاعت من قبلها الحمراء. نزار قباني قال أيضا لبسنا قشرة الحضارة والروح جاهلية. خليني أقولك يا سيد الكريم، علينا أن نميز بين أخطاء الحكومة وبين مصداقية البكالوريا، علينا أن نجعل جهودنا مجتمعة من أجل صيانة مصداقية شهادة البكالوريا، لأنها هي الشهادة الوحيدة التي تنصف الشعب. أعود إلى علي بن فليس. يا سيد الكريم، علينا أن نتفادى مفهوم العزل السياسي، علينا أن نتفادى مفهوم العزل السياسي، لأن أنت تعرف أن النظام قائم منذ نصف قرن
وهناك كفاءات كبيرة وكبيرة في دواليب الدولة، هناك كفاءات حتى في الأفلان وحتى في الأنبي، لكن الإشكال هو النظام. فإذا كان هناك كفاءات سبق لها أن شاركت في الحكومات السابقة والآن اقتنعت بضرورة التغيير، فأهلا وسهلا وألف مرحبا. وأعطيك مثال من التاريخ، لا تنسى يا سيد الكريم أن هناك قامة سامقة في تاريخنا عندنا فرحة عباس العظيم رحمه الله، قال في يوم من الأيام أنا فرنسا، وأنكر وجود الأمة الجزائرية، ولكن هذا لم يمنعه من أن يصبح أول رئيس للحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية. لماذا؟ لأن هناك تطور سياسي. فلذلك السيد علي بن فليس هنا كان بإمكانه أن يبقى في السلطة كغيره، ولكن ضميره وكفاءته حالت دون بقائه في إطار نظام الاستبداد، وكذلك سي أحمد بن بيتول، وكذلك سي عبد العزيز الرحابي، وهناك أشخاص آخرون. فلذلك علينا أن نتفادى وأن نتلافى ظاهرة العزل السياسي التي ستقسم ظهر الجزائر. فمرحبا كل شخص كان له صلة بهذا النظام ثم اقتنع بضرورة تغيير هذا النظام، أنا يبدو لي هذه وجهة نظر، أنا لا أملك الحقيقة. طيب، مرحبا به. طيب، وهنا ربما يعني في اعتقادك الجزائر تعيش مثل ما تقولون في 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 نهاية في بيانكم الأخير في هيئة المتابعة والتشاور، تعيش الجزائر مرحلة حاسمة ومرحلة تاريخية والحاجة ماسة للتغيير والانتقال الديمقراطي. هل كمؤرخ طبعا هل تتفق مع الذين يقولون أنه فعلا الجزائر بالمعطيات السياسية والاقتصادية الحالية خاصة انهيار أسعار النفط يعني في مرحلة تاريخية، والمفروض العنوان يجب ساباس وساكاس إن شاء الله ساباس للجزائر؟ شوف، احنا اضعنا الكثير من المنعرجات التاريخيه. عندنا مثلا دستور 89 يعني بعد احداث اكتوبر مباشره، وكذلك قبل ذلك عندنا عندما استرجعنا السياده الوطنيه، وكذلك فترة زروال الله يذكره بالخير أبدى إرادة سياسية رغم كونه عسكريا، لكنه أبدى إرادة سياسية من أجل التغيير الحقيقي، بدليل أنه وضع المادة 74 من الدستور. والآن مدام ضيعنا هذه الفرص وضيعنا فرصة انتخابات رئاسية في 2014، كان من الممكن أن نعيد القافرة إلى السكافة في انتخابات رئاسية في 2014، والناس يعني تنسى عفى الله عما سلف. أما أن تستمر هكذا الأوضاع وبعد انهيار أسعار البترول، الآن التغيير قادم شئنا أم أبينا. هناك الشاعر الكبير الأمازيغي لوريس أيت مانجلات يقول في قصيدة السيف رحد الحملة ويسر مثلها قاب تيرغوا، السيل قادم هل أعددنا المجاري لاستيعاب هذا السيل؟ طيب، مع الأسف إذا لم يحدث التغيير بسلاسة سيحدث بطريقة أخرى لن تكون في صالح الجزائر. شكرا جزيلا لك مهند رزقي فراد، النائب السابق والمؤرخ والمحلل السياسي. الأخضر فراد، في الأخير ماذا يمكن أن تقول؟ هل توافق هذا التوصيف وهذا التمني حتى في تغيير سلس في موعد مع التاريخ، عدم تضييعه مثل ما يقول المهندس كفرات في دقيقة لو سمحت؟ يتمنى أن يكون التغيير سلمي وهادئ، وضيعنا أيضا العهدة، هذه العهدة ضيعنا تغيير. ولكن إذا توفرت الإرادات الموجودة من داخل السلطة ومن خارج السلطة يمكن أن يحدث تغيير يعني يجنب الجزائر تغييرا غير سلمي وتغيير عن طريق الفوضى، وقد تستغل هذه الفوضى من قوى أخرى أجنبية قد تدمر بها البلد. هذا هو المشكل الأساسي. وأتمنى أن كل يعني كل القوى الوطنية تتحد من أجل أن تفرض على السلطة هذه الصماء تغييرا سلميا لصالح الجزائر من أجل إنقاذها من الغرق أو إنقاذها من المصائب التي
تنتظرها، ونحن نراها بأعيننا، نرى أن الأمور تتعقد وأن الأمور تصبح من يوم إلى يوم أصعب وأخطر مما كانت عليه. شكرا لك الخضر فرات الإعلامي الجزائري الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من بروكسل، نشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول طبعا دائما لكم مشاهدينا الكرام، مني ومن كل فريق البرنامج أجمل تحايا، إلى اللقاء.